رموز الحجاج مستمرة في شوطنا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس ومن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير ختام المرموم 2023 في سن الحجايج. الكاس ذهب مع الحذرة بيد راشد بن محمد بن مروشد. سلام يا هالي زعبيل سلام. وهنا بندقية و800 ألف درهم أيضا تنتظر أحد ملاكي هذه الجعادين في هذا الشوط، وتسعيرة هجن العاصمة متواجدة أيضا في هذه الأشواط وفي هذا المساء بدعم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط مجد على المركز الأول للسيد سالم بن سعيد بن عمان المهيري على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات رماح على المركز الثاني لسعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث نشوف اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات طويق على المركز الثاني للسيد ناصر بن سالم بن حمد العويسي. المركز الرابع ناخذ اللي على المركز الرابع، هنا اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات الأسد للسيد سالم بن جابر بن هياي المنصوري. المركز الخامس، المركز الخامس دخول على المركز الخامس في هذه اللحظات. يا سلام، ثلاثة يتنافسن على المركز الخامس في هذه اللحظات. أرى الواضح للسيد ناصر بن محفوظ بن خميس الهنيفي. يا سلام يا ابو ناصر، وعذاب القلب من شيء نشوفه يا ابو ناصر. الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الهنيفي متواجد ايضا على المركز الخامس. نرجع ونتقدم الى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، اطويت يغير الى المقدمة للسيد ناصر بن سالم بن حمد العويسي. اهالي السلطنة، اهالي السلطنة معزمين على البندقية يبون الشوط، يهدون الى اهالي سلطنة عمان وخاصة بلاد البدية. البدية نعم يراقبونك. الليث وصل السيد حمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، لكن الفيصل، الفيصل قادم بقوة في هذه اللحظات للسيد سبعين بن محمد المحرمي. يا سبعين يا سبعين، السرعة سبعين. والفيصل، الفيصل يغير في هذه اللحظات، يغير إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، وقاصد وصل إلى المركز الثالث، قاصد للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، قاصد إلى البندقية إلى الرمز. الفيصل سبعين بن محمد المحرمي معزم على البندقية، قاصد قادم، قاصد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. الفيصل سبعين بن محمد المحرمي الاتجاه إلى البندقية إلى الفوز. ما بين المحرمي ما بين بن مرخان. يا سلام للسيد سبعين، سبعين بن محمد بن عبد الله المحرمي. يا سلام، روح يا المحرمي، روح يا بن مرخان. الصعب قادم، الصعب مع قاصد. الفيصل الليث قادم أيضا، الليث للسيد علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. المعركة طاحنة ما بين الفيصل ما بين القاصد ما بين الليث. الليث ايضا البندقية حائرة، حائرة ما بين الثلاثة الجحادين. قاصد، قاصد جداكم حافي يا حلوين المشم، قاصد الى البندقية. مرغم، مرغم، مساء الخير يا المرغم، مساء الخير يا الصعب. هناك في ميدان الشهيد سيف وخنجر، وهنا في افتتاحية هذا المهرجان بندقية الحجايج الجحادين. سلام يا ابو سلطان الناموس يا الصعب. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتماعي والذي وصل في المركز الثاني. الفيصل سبعين بن محمد بن عبد الله المحرمي المركز الثالث. الليث للسيد علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي المركز الرابع.
المركز الرابع الذي وصل على العميد للسيد عبد الله بن غصاب راعي الطيره العامري، وفي المركز الخامس متعب على المركز الخامس للسيد حمد بن حامد بن فاضل المزروعي. هذه النتيجة، وشاهدت قاصد وهو ينتزع البندقية مهديها إلى صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي في زمن وغدرة 5:45:9 من الثانية. سلام يا ابو سلطان، سلام، تهانينا ايضا للوالد سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي والى انجاله سعيد ومطر وعبيد، ومشكور يا عبد الله الغفيلي. المركز الثاني الفيصل 5:46:5 من الثانية، تهانينا ل70 بن محمد بن عبد الله المحرم، يمسى الخير يا اهل المسعودي، والذي وصل في المركز الثالث الليذ 5:46:6 اجزاء من الثانية، تهانينا العلي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس على هذا الاداء المتميز. نرحب بزميلنا نايب بن سعود البلوي.